مباشرة وأعطي الكلمة للسيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ محمد غاشي فيتفضل مشكورا لكم الكلمة السيد رئيس. شكرا أستاذ نجاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقا الكلمة هذه هي تعبير عن إحساس أكثر من هي كلمة كلاسيكية، لأن الحق لا الموضوع لا ما عشناه أنا والأستاذ كداي مشكور والأخوات والإخوان اللي سهروا على هذا المشروع المواطن الهام. فهذه الكلمة إحساس كذلك وتقاسم واحد افتخار الأساتذة من جامعة محمد الخامس وهذه الكلية العزيزة وكذلك من مؤسسة أخرى جامعة محمد الخامس وأساتذة من جامعات أخرى وطنية إضافة إلى شركاء مؤسساتيين من وزارة الصحة إضافة إلى خبراء وكذلك المهتمين. فالحق من جهة الفكرة ما يمكنش لكل مسؤول أنه يتراجع ولو لثواني باش يأكد عليها ويدعمها. فمن جهة الاقتراح عن السيد العميد الأخ كداي كان واحد ترحيب وكذلك حق واحد شفت بأن هذا جواب لواحد الظروف ولواحد الإكراهات اللي كانت تتعيشها الجامعات المغربية، ولكني انطلقت من كلية في العلوم التربية هذه البادرة اللي غتجاوب على العديد من تساؤلات الطلبة في أول الأمر وغتمكننا من استجابة لانتظارات هذه الطلبة في أول الأمر، واللي هي في نفس الوقت وبانت على ممر الشهور أننا هي كذلك فضاء رحب أولا انطلاقا من التجربة اللي عاشوها الإخوان والتمكين اللي عندهم الحمد لله. فهذا النوع من الخدمة الخاصة فكيف ما تخدم لها الأستاذ شيماء دوبات نفعنا كذلك في استقبال الطلبة الجدد على الجهة. إذا الجانب التكويني هو حاضر والاعتناء والاهتمام بالطلبة الجدد كيفاش نمكنهم وكيفاش نساعدهم على المرور من تلاميذ الطلبة برحال جامعة في واحد الظروف اللي هي جد مواجهة. إضافة إلى هذا وغتشاطروني الرأي أن البحث العلمي إما يكون مطبق آليا أو ممكن تطبيقه آليا ولا مستقبلا. مستقبلا علاش؟ لأن إما الظروف يا إما الإمكانيات ما تسمحش أو الحاجة ما باتش لأنها ملحة الآن، ولكن الدراسات العلمية والبحوث العلمية ستمكننا مستقبلا من الاستفادة من هذه النتائج العلمية. أو آنيا هو الاشتغال اللي اشتغلناه دابا الحمد لله أن البحث العلمي اللي غنشتغلوا عليه انطلاقا من هذه التجربة الرائعة هو اللي غيخلينا نخرجوا ونأكدوا على نتائج الدراسات والبحوث في واحد الميدان في واحد التخصص اللي المكانة ديالو تعطي واحد الأهمية يوم بعد يوم. إذن أخوات والإخوان من هذا المنبر وباسم المواطنين المغاربة باسم الجزائريين أود أن أهني هذه المرة وأشكركم على هذه البادرة وعلى الروح اللي كل يوم وكل شهر وكل سنة تغنون بها الفضاء الجامعي. وأهنئكم على المثال اللي تتعطيه اليوم
تتعطيو لنا في روح المواطنة وتتعطيو لنا في طريقة الابتكار من نوع آخر، ابتكار خدمة للمواطن. وهاد الخدمة هي من نوع خاص، لأن ما يمكن نديروها بدون وتزيد طعم وتزيد تكون نجاعة ديالها كبيرة من تضافر الجهود في قطاعات مختلفة وتيكون المنتوج والعمل عمل متجانس. المسألة معرفين صعيبة من تيكون اشتغال غير في مختبر، فمن لازم على المدير ديال المختبر أو منسق المختبر أنه يشرف على تدبير وتجانس الأعضاء. إذا كان في هذا العمل تواجد أطراف أخرى من خارج الجامعة فما بالنا. إذا الإيمان وقناعة الكل أهمية هذا الموضوع والوقع ديالو على الطلبة ودون الطلبة هي اللي خلات الكل تتجاوز بعض نقول واحد المواقف الشخصية ونمشي كنا لصوب الموضوع ونمشي كنا لأهمية الموضوع. فبلا بحث علمي وبلا تكوين ما يمكنش تكون الجامعة تتقوم معها ديالها. و الجامعات المغربية الحمد لله عندهم باع في العديد من التخصصات، ولكن تخصصات مثل هذه وبمهنيين وخبراء من هذا الطينة حقا قل نظيرها ونحن محظوظين كجامعة وكجامعيين وكمدينة وكجهة وكوطن الحمد لله لتواجدكن وتواجدكن معنا. فهنيئا بكم وشكر موصول لكل اللي حضر معنا واللي ما حضرش معنا، لأن الأعداد لما كنت أوقع على الشهادات فتبارك الله العديد والعديد من الإخوان اللي معنا بطريقة مباشرة وشاركوا وساهموا بطريقة غير مباشرة، تنشكرهم تهما حقا. ونتمنوا أن هذا الرقعة ديال هاد المهتمين بظروف الآخر، المهتمين بصعوبات الغير، هما هاد الروح هادي اللي نبقاو ننميو إن شاء الله يوم عاد بعد يوم. فهذا هما انتظاراتنا واللي غتخلينا إن شاء الله أن الجامعة المغربية تصب كل ما تنتظرو الشعب المغربي في ظروف صعيبة مثل هذه اللي مررنا بها وباقي تنمروا بها، وفي ظروف أخرى أحسن لنبين الكل، لأن الحمد لله جامعة متواجدة والجامعة تقوم بالأدوار ديالها على أحسن ما يرام. فكل ما نسمع هو يزيد الجامعة المغربية الحقة تنافسية وتزيدها تشجيع وتزيدها إدراك المسؤوليات اللي عندها أفق هاد العولمة اللي تنعيشكم. إذا شكرا لكم وشكرا للجميع وشكرا للحضور.